السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا موضوع بعض العادة القديمة، ما زال بعض الشباب هداهم الله يفعلونها لما يجدون سحرا فوق الشاطئ أو في المقابر أو في مكان ما أو تحت حجر ما أو معلق في شجرة ما، يفتحونه لا يذكرون اسم الله عليه ولا يقولون بسم الله كي لا يتأذوا ولا يفعلون أي شيء، إنما يقومون بالتبول أعزكم الله على هذا السحر. يا أخي المبارك، لما نأخذ نحن هذا السحر ثم نفتحه وننفث عليه ونقرأ على الماء ونطهر به هذا السحر، نطهر به من الطلاسم والرمز والجداول وهذه الصورة أو هذه الآثار وهذا اللباس الذي يعود للإنسان، فإنما كأننا نحاول أن نخفف الأذى على الإنسان الذي تأذى بهذا السحر. هذا هو اعتقادنا ويقيننا كي يشفى هذا المريض أو هذه المريضة، ليس أن نزيد الطنب، لا، إنما أنت لما تتبول على السحر فإن اعتقادك خاطئ، تعتقد في البول أنه يبطل السحر، وهذا اعتقاد باطل والله المستعان، واعتقاد ما أنزل الله به سلطان. وذلك كذلك أنت قد تتأذى لأن هذا السحر قد يكون عليه حارس وأنت غير محصن، وفي ذلك الأثناء أنت التي تتبول فيها، هل أنت طاهر أم لا؟ كل هذا ليس إلى صالحك أخي، واعتقاد باطل، عليكم أن تتوقفوا منه وتستعينوا بالله وتعلم، وعليك أن تضع في عقلك لما تجد أي سحر، كما كان سحر الأقفال، سحر الطلاسم والرموز والجداول، سحر الدمية، أي سحر، كيف يكون سحر الصورة، سحر المصامير والدليل، لما تجد أي سحر كيف مكان، فعليك أن تعتقد قبل أن تفتحه أنك إذا فتحته وأبطلته ستخفف على أخيك وأختك، أمك وأباك، يعني أي إنسان من المسلمين والمؤمنين ستخفف عليه المرض والتعب، هذا يقينه. فأنت لما تقوم برقية الماء وتغسل بها تلك الدمية أو مثلا تغسل بها تلك المصامير أو تلك الصورة، تمسح منها الطلاسم والرموز أو تلك الأثر التي على الصورة بهذا الماء المرقي أو تلك الأعشاب، فكأنك تطهر هذا الجسد المؤمن من أثر السحر باعتقادك ويقينك بالله العظيم، لكي تخفف عن أخيك المبارك. فمن باب من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا هو الاعتقاد الصحيح. بارك الله فيك أخي، أن تنفع أخاك إن استطعت، وليس أن تضر نفسك أو تضر غيرك. أما اعتقادك بالتبول على السحر أنه سيبطله فهو اعتقاد خاطئ، عليكم أن تتوقفوا منه. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.